تسيطر على الغضب؟ اليوم حلقة جديدة من سلسلة الوايت بورد، لكن قبل ما أبدأ هذه الحلقة بحكي لك أنه ضرورة الاشتراك في قناتي والإعجاب بهذا الفيديو، وخليني طبعا أسرد معك الأربع خطوات، وهي السكوت ومغادرة المكان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث أنه من غضب فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. 2، التعوذ من الشيطان الرجيم، وهذه طبعا دائما احنا بنتعوذ من الشيطان الرجيم لأنه هو سبب الوساوس. 3، هي تغيير الوضع الجسدي، هناك حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، إذا كنت واقفا فلتجلس، وإذا يعني كنت جالسا فلتضطجع، وهذه طبعا يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الخطوة الرابعة هي تصنع الابتسامة، لو أنت يعني غاضب حاول أن أنت تتصنع الابتسامة، لأنه الابتسامة والغضب لا يترافقان. وأخيرا بحكي لك يعني بذكرك بالاشتراك وضرورة يعني الاشتراك في قناتي والإعجاب بهذا الفيديو، طبعا ما تنسانا من اللايك، وخلينا نشوفك فيديو جديد، والسلام عليكم.